اسمي فاطمة محمد عبد الرحمن الغنام من إدارة تعليم الأحساء. أشعر بالحماس، أشعر بالخوف أن احنا نمثل المملكة أحسن تمثيل. أنا متأملة الكثير بالفريق الحالي لمنتخب آيسف، ومتأكدة أن احنا بنرفع الرأس وبنقدر نحقق فوز كبير بإذن الله. اسم مشروعي Preventing Integrated Circuit Piracy via Approvable Security Mechanism. أنا لي شغف كبير في الرياضيات، وحبيت أني ألقى طريقة أني أطبق شغفي في الرياضيات في مجال نحتاجه في الوطن مثل التقنية والحماية للتقنية. ساعدني أكيد موهبة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وأكيد أهلي لدعمه المستمر. أي أحد عنده الشغف ويدخل الجهد المطلوب في البحث العلمي ممكن أنه يوصل للي إحنا وصلناه وأعلى بإذن الله. الفوز أبداً مو صعب، أي أحد يبين شغفه للمحكمين 100% إن شاء الله بفوز.